حسيت ان الدور ده ربنا بعتهولي، يعني ربنا شاور عليا وقال لي يلا خد بقى الدور ده بتاعك. كلمت نفسي كتير، يلا آن الأوان، انت الدور هيبقى مهم، مسلسل مهم مع مخرج كبير، مع نجم كبير. قفلت على نفسي لمدة التصوير كلها. والله العظيم ما بشوف أولادي ولا أي حد، ولا أصحابي ولا أي حد. بشوف المسؤولية اللي عليا، وحاطط الورق كله حواليا في كل مكان، وإقلام كتير وحاجات كتير، وبعلم وباكل وبنام وبصحى مع سيد العمدة، ما فيش حاجة غير كده. قلت لازم بقى، يعني الفرصة جات لك استغلها. والحمد لله صدقت نفسي وصدقت اللي أنا بعمله، وعشت الموضوع بكل ما أملك من مشاعر وأحاسيس، وصدقت كل مشهد أنا بعمله إن دي حاجة بتخصني. يعني أنا من النوع مثلا اللي ما بعيطش في الحقيقة، ولا أنا شفت يعني سمعت حاجة قبل كده بتقول إن أنت صعب ما بتعيطيش، بس عوضت كل اللي أنا ما عيطتوش في الحقيقة في المسلسل بتاع جعفر العمدة. يعني في وفاة والدي أنا ما عيطتش. لما رحت في مشهد بكلم والدي في المخابر، استدعيت وفاة والدي الحقيقية، وعوضا عن العياط اللي ما عيطتوش في الحقيقة عيطته في المسلسل.